الهدف زي ما انا قلت من شويه مش ان احنا نقول مين احسن من نقش بجد، مش هزار. انا هنا مش عشان نقيم مين احسن ومين نقش. الهدف ان احنا بس نعرف احنا بنعمل ايه، كل اداره بتشتغل ايه، وايه المميزات وايه العيوب الموجوده في كل اداره، علشان يبقى عندنا نوع من الرغبه في التطوير. لما تكون في اداره بتشتغل كويس وبتعمل شغل كويس، ده بيعود للنفع على الجماعه كلها. احنا عاوزين نستفيد من بعض، نستفيد من خبره بعض. كل حد فينا عنده حاجه حلوه، عاوزين نستفيد من الحاجه الحلوه دي، وعاوزين نقول الحاجه الوحشه دي وحشه، نغيرها ونطورها. المره المليون احنا مش الهدف اقول مين، ممكن تبقوا كلكم احسن ناس، وانا الادارات بتعمل شغل كويس جدا والحمد لله الجامعه يعني كل شويه في تطوير وفي تحسين. بس الهدف من ان احنا نعمل مسابقه قادرون دي ان احنا اولا احنا بقالنا سنه تقريبا او يمكن اكتر من سنه لما حصلنا على ايزو بتاع المركزيه، احنا عاوزين نعرف احنا فين، كل اداره عملت ايه علشان تطور من ادائها وتحسن من ادائها، وعلشان كلنا نستفيد من الادارات المتميزه. ولو كان عندنا حاجه حلوه زي ما قلت خلينا الادارات الثانيه، لو عندنا حاجه مش حلوه نقول لا دي مش حلوه عايزين نغيرها. فانا بشكر كل الادارات المشاركه، واتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نستفيد ونتعلم علشان نطور ونحسن من ادائنا. شكرا لحضرتك. قمنا بعمل استبيان لمعرفة مستوى رضا العملاء في أداء الإدارات المركزية وحفاظا على الشفافية والاستفادة القصوى من هذا العمل. أوكل هذا الأمر لكلية الأداء اجتماع، وقد قامت الدكتورة سحر هاشم المدرس بالقسم والتي قدم لها بالخالص الشكر والتقدير من عمل هذا الاستبيان، وتم استلام النتيجة وتسليمها للسيد أمين عام الجامعة المساعد لدراسات ما تحتويه من نقاط قوة وضعف وعرض التقرير النهائي على سيادتكم. معالي الرئيس، بدعمكم وتوجيهاتكم نسعى لتحقيق اهداف الجامعه برفع مستوى اداء الهيكل الاداري مما يحقق رؤيه الجامعه تحت اطار رؤيه الدوله 2030 والتي بداناها بعام 2018-19 عام الجوده، ليكون عام 2019-20 ان شاء الله عام التميز. وسنطرح على سيادتكم نهايه هذا العام خطه التميز المؤسسي لتاهيل الجامعة لمسابقة التميز الحكومي، وكذلك تأهيل القيادات لجائزة الدولة للتميز الفردي. كما نقوم حاليا بتوجيهات سيادتكم بالتواصل مع وحدة ضمان الجودة لتعميم ما اكتسبناه من مكتسبات الجودة على كافة الإدارات بالكليات لرفع مستوى أداء العاملين على مستوى جميع الكليات والجامعة. اسمح لي سيادتكم أن نبدأ مرحلة تقييم الإدارات هذا اليوم في مسابقة قادرون التي ستكون على مرحلتين. المرحلة الأولى تقوم كل إدارة بعرض خطتها اليوم في فترة محدودة وثابتة طبقا للجدول، وبعد نهاية العرض سيتم اللجنة اختيار أفضل خمس إدارات من خلال هذا العرض. لنبدأ بعدها المرحلة الثانية غدا إن شاء الله إدارات مجلس الجامعة لمناقشة الإدارات وما قام به من تحسين لاختيار أفضل ثلاث إدارات.